Good morning. قبل ما نبلش بدرسنا لليوم بحب أذكركم بأهمية غسل الإيدين، وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي لحتى نحمي حالنا ونحمي اللي منحبهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا. Today's lesson is about addition and multiplication. Table of 8. 8 times 1 equal 8. 8 ضرب 1 بتعطينا 8. 8 times 2 equal 16. 8 ضرب 2 16. 8 times 3 equal 24. 8 ضرب 3 24. 8 times 4 equal 32. 8 ضرب 4 32. 8 times 5 equal 40. 8 ضرب 5 40. 8 times 6 equal 48. 8 ضرب 6 48. 8 times 7 equal 56. 8 ضرب 7 56. 8 times 8 equal 64. 8 ضرب 8 64. 8 times 9 equal 72. 8 ضرب 9 72. 8 times 10 equal 80. 8 ضرب 10 80. هلا بدنا نشوف كيف بدنا نضرب 25 ب 3. 25 times 3. أول شيء بنحط الرقم الأكبر من ميلة فوق والرقم الصغير من تحت. بيكون الونس على الونس والتنس على التنس. هون عنا 25. ال 5 هي ونس، ال 2 هي تنس، وال 3 هي ونس. أول شيء بنضرب 3 بال 5 بتعطينا 15. 3 ضرب 5 15. بنحط 5 بالونس وال 1 بنحطها فوق ال 2 بالتنس. هلا بنضرب 3 ب 2، بنضرب 3 ب 2 قديش بتطلع؟ بتطلع 6. 3 times 2 equal 6. 6 شو بنعمل فيها؟ بنجمعها مع ال 1 يلي هي فوق ال 2. 6 plus 1 equal 7. 6 زائد 1 7. بنحطها تحت، الجواب هو 75. 75. وهلأ بدنا نشوف الادشن. ادشن يعني الجمع. بدنا نجمع 604 plus 139. 604 زائد 139. منحط الونس فوق الونس، تنس فوق التنس، والهندردز فوق الهندردز. اول شيء الونس هن ال 419، التنس هن ال 0 وال 3، الهندردز هن ال 6 وال 1. بدنا نبلش نجمع الونس. 4 plus 9، 4 زائد 9 قديش بتعطينا؟ 13. منحط 3 بالونس وال 1 منحطها فوق ال 0 بالتنس. هلا منجمع 1 plus 3، 1 زائد 3 قديش بتطلع؟ 4. نرجع منجمع 6 plus 1، 6 وال 1 هن ال 100 بيطلع 7. الجواب هو 743. هيدا النشاط يلي حليناه، نشاط الجمع، هو موجود بلعبة. حيلا حدا منكم من عنده مساحة بتليفونه يحاول ينزلها حتى يتسلى ويتعلم بنفس الوقت، حتى يكون التعليم بطريقة ممتعة. جربوا تنزلوا هيدي اللعبة. تقدروا تفوتوا على بلاي ستور وتنزلوها. هيدي هي الصورة للعبة. Goodbye my friends.